أما بالنسبة لمسألة الدبلة، دبلة الخطوبة وبالصاحبة بعض الممارسات الثانية، يعني الدبلة دي الراجل ما برسلها لي مرة في ظرف كده، ظرف مظرف جميل وكده، يقول لها البس الدبلة دي، لا بالصاحبة جلسة، يقعدوا الخالات وبنات الخالات وكده، ويجي يقعد جنب البيت ويشيلها ويلبسها ليها في يدها. دي مجموعة من المنكرات، تمام؟ منكر الأول اجتماع النساء والرجال مع بعض في مكان واحد، وهذا من المحرمات. منكر ثاني كون الراجل يشيل يمسك يد البيت وما عنده عليه عقد شرعي. البيت دي بالنسبة له أجنبية، ما بجوز له إنه يمسك يدها، يمسك يدها ويلبسها الدبلة. ده محرم نمرة اثنين. محرم نمرة ثلاثة أو ثلاثة، الدبلة ذاتها هي ليست من عادات المسلمين في حد ذاتها، هي عادة من عادات الكفار. محرم نمرة أربعة وأكبر من ذلك كلهن، أن هذه الدبلة يصاحب اعتقاد إنه لو ما لبسوا الدبلة دي الخطوبة دي بتتفركش، كويس؟ والعقد، العقد ده ممشي لقدام، والعرس ده ممشي لقدام، والعقيدة دي أخطر من الكلام القبالة ده كله، ده كله من الأخطار. فما بجوز يا أخواننا، ما يجوز الافتيك ساي. ها قال فتوى أحمد الأمين إسماعيل قال بتجوز. تجوز كيف يعني؟ كيف يعني تجوز؟ أنا أجي أتحكر لي في نص نسوان كلهن أجنبيات عني، أجي أقعد وأمسك لي البيت وألبسها وأقول أنا ما مسكت يدها، أديت لي خالتي قلت لها امشي لبسها، أنا قاعد جنبها وأجي أجيب لها دبلة وأنا بجيب لها ذاته. ما هي فائدة الدبلة في الزواج؟ وما هو الرابط الشرعي، رابط شرعي بيننا وبين البيت دي؟ شنو؟ عشان أنا أجيب لها هدية ذاته. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهدية إلى المخطوبة أشد حرمة من الهدية إلى غيرها، أشد حرمة. ليه؟ لأن الفتنة بالخطيب أعظم من الفتنة بغيره، وما بيناتهم أي رابط شرعي. دار تهدي لها دبلة ولا دار تهدي لها هدية تانية، أهديها لها بعد ما تتزوج إن شاء الله، تجيب لها غويشة قدر الميكروفون ده ولبسها، أعمل لها شفتها سلسل من راسها لك ورأيها وربيطك من فوق بعد ما تعقد عليها، جيب أي هدية تاني. لكن هسه تتدخلك شنو في حاجة زي دي؟